جبنا المواد العضوية. كل أنواع القمامة التي تخرج من منزل عمر في بلدة بيتا جنوب نابلس يلقيها في حاوية مدفونة في أرض بجانب منزله، وبطريقة التخمير وبفعل حرارة الشمس ينتج منها غاز الميثان الذي يستخدمه للطهي والتدفئة من خلال جهاز بدائي متواضع صنعه بيده. هذا عبارة عن خزان حديد 2 متر مربع، له فتحة لتزويد المواد العضوية من الهاضم للهاضم، من هون بنزودها بالمي والمواد العضوية، له فتحة للتنظيف في حالة اني بدي انظفه في اوقات ثانية. هي عملية تخمير للمواد العضوية من بكتيريا لا هوائية، بتم تحليل المواد العضوية وتحويلها الى غاز الميثان. الغاز المنتج من الهاضم الاولاني هو بيتخزن في الهاضم الثاني ومن ثم بنتقل للمنزل. فالغاز الذي ينتجه عمر من قمامة منزله يغطي حاجته من غاز الطهي ويوفر عليه مبلغا كبيرا، خاصة في الشتاء. طموحه أن يعمم المشروع ويصبح مشروعا وطنيا يستغني من خلاله كل منزل فلسطيني عن شراء الغاز من إسرائيل. في الوقت الذي يعتبر فيه التخلص من القمامة عبئا ماليا وبيئيا على البلديات في فلسطين، ينتج عمر من هذه القمامة ما يكفيه من غاز الطهي، فالأمر بحاجة إلى ثقافة تدوير هذه القمامة، وبحاجة أيضا إلى قرار وإرادة ليدخل هذا الغاز كل بيت فلسطيني بتكلفة أقل. أسعار غاز الطهي في فلسطين عالية الثمن وتثقل كاهل الأسر المتوسطة الدخل، فإسرائيل تبيعه للفلسطينيين بأسعار باهظة أصلا، وتضيف عليه أثمان النقل والضرائب الإسرائيلية. تحكي على سعر اسطوانة الغاز يخدها المستهلك من المحطة أو من محلات التوزيع على 15 دولار، يعني عمليا وبالشتاء رح طبيعي أنه يكون زيادة سحب المستهلك، بصير عنده صبات ومصبات، فبزيادة سحب المستهلك بدل ما يخف السعر بزيد السعر. فاحتكار إسرائيل كمصدر للمحروقات والغاز يكبل الاقتصاد الفلسطيني المجبر على تبعية الاقتصاد الإسرائيلي بحكم الاتفاقية الاقتصادية السابقة بينهما. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، بلدة بيتا، جنوب نابلس.